كلاكيت تاني مرة، تأجيل عرض فيلم الملحد في مصر، والقضية بتشتعل مجددا في الأوساط الفنية وعلى مختلف منصات السوشيال ميديا، ولكن المصير مجهول. هل فعلا تم منعه بقرار رسمي ولا هي مجرد إشاعات والعمل حاصل على كل التراخيص لكن في أسباب حالت بينه وبين عرضه؟ البعض قال إن في مشاكل تقنية أو لأن الفيلم اترفع عليه قضايا وتعرض لهجوم واسع. المخرج محمد العادل كتب تعليق كده على فيسبوك، أو يعني نزل على فيسبوك وقال المنع مش حل، فزاد الطين بلة وزادت معاها الشكوك حول أسباب المنع، لدرجة كمان إن الفنان حسين فهمي المشارك في الفيلم دخل على الخط وقال إن الفيلم ده بيناقش قضايا مجتمعية مهمة وحساسة. طيب إيه سبب المنع؟ ولا يستمر منعه ولا لا؟ طيب احنا معانا طبعا عبر زوم الناقد الفني طارق الشناوي اللي كان ليه رأي في عدم عرض الفيلم. يعني انا وسهلا بحضرتك معانا في المشهد تاج، ويمكن دي تاني مرة او مش عارف المرة كام ان الملحد او فيلم الملحد بعد تغيير اسمه يعني يبقى خلاص مش هيتعرض تاني في مصر، بس احنا محتاجين نعرف الاسباب الحالية ايه. ما خلاص يعني ادوا ترخيص، او اللي احنا سمعنا ان هو كان هينزل في السينمات اتسحب بعد كده تاني، ايه اللي حصل؟ الترخيص اولا حقيقي وغير مزور، وكان مفروض من يوم 13 العرض الخاص، 14 العرض الجماهيري، يعني بتكلم على ساعات قليل كان المفروض كل ده يحصل. انا بعتقد ان في حد اتصل بشكل شخصي باحمد السبكي المنتج، وما فيش ورقه رسميه بتقول انه الدوله قررت التراجع عن العرض، ما فيش حاجه زي كده، طب لكن انت في اتصال شفهي. حضرتك تاني مرة بتقول ان في حد من المسؤولين هو اللي اتصل ومنع عرض الفيلم، مين المسؤول ده؟ لا مش منع، طلب من احمد السبكي بلاش تعرض، لان بلاش واحد تعرض معاه ليه؟ قال له بلاش تعرض دلوقتي. بص، في طبعا واضح ان السوشيال ميديا بتلعب دور سلبي جدا في تحريك حياتنا، والأسوأ هو ان نستجيب لها. السوشيال ميديا ليست الرأي العام، ده صوت منفلت ودايما صوت قاسي، ودايما بيستخدم بيهتك الاعراض، ودايما عنده تشكك في كل شيء. واسم ابراهيم عيسى هو طبعا المشكله. لو انت شلت كلمه كنت لسه جاي ملحد، لحضرتك على السؤال ده، يعني اشمعنى اسم لو انت شلت المؤلف والكاتب ابراهيم عيسى تحديدا اللي كل افلامه دايما بيحصل عليها نفس الجدل ده؟ عشان مواقفه وآراءه اللي بيعلنها في برامجه، فالناس بتعتبر انه اي حاجه هتقترب من الدين زي الملحد، اكيد الملحد في النهايه يعني له سقف وله تشابك مع الدين، فقال لك بس ده كده يبقى هيروج الالحاد. طبعا بيتناسوا انه لا يمكن للرقابه في اي دوله عربيه انها توافق على فيلم يروج للالحاد، لكن هو المنطق بيقول ان ممكن الرقابه تكون وافقت على فيلم بيعرض ان هناك انسان ملحد، ودي طبعا الالحاد موجود في كل الدنيا، في مصر وفي اي دوله عربيه واي دوله اوروبيه، مع اختلاف النسب، فانت بتقدم حاجه موجوده. المهم، هل انت بتروج ولا بتعرض؟ انا بتصور طبقا لكل ثقافتنا وعلاقتنا بالرقابات العربيه مش بس المصريه، انه يعرض وجود شخصيه زي الملحد فقط لا غير. ولكن واضح ان احنا لا نجيد فن اداره الازمه، وده مقصود بيه الدوله نفسها. طب انا خليني المفروض حاجه زي اسالك سؤال. طبعا انت ما كويس. قلتليش مين المسؤول اللي اتصل باحمد السبكي؟ لا، ما انا ما هو ما لا ما هو ما حدش قال ده، ما حدش مجرد يعرف، انه لا 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 تكهن ده انت احسبها، لا احسبها، لا منطق، تكهن منطقي، يعني. حضرتك ان عايز تقول لي المنتج ان عايز الفيلم يعرض اتمنع عرضه مش من الرقابه، لا من احمد السبكي نفسه هو اللي ما نزلهوش؟ بناء على حد طلب منه بناء على بس، حد طلب منه. لانه ما طيب يقدرش ما تقدرش الدوله تطلع ورقه تلغي اللي عملته من غير سبب، مش كده؟ هل النوعيه دي من الافلام واللي خلينا نقول انها بتتناول يعني مواضيع حساسه جدا جدا في الشارع المصري مع انها موجوده، هل المواضيع دي خلاص الشارع المصري مش عايز يتفرج عليها، مش عايز يشوفها؟ مين قال؟ في جزء من الشارع المصري اللي هو صوته عالي واحتل السوشيال ميديا وعنده تطرف في كل شيء وبينتهك الاعراض ببساطه، هو اللي قرر انه طب الفيلم ده مقبل عندي فيه، احنا مش هيتعرض، مش هنخليه يتعرض. يعني ازاي يعني؟ ولو اتعرض هنقاطعه. اوكي، قاطع، يعني مقاطعه بالمناسبه عمل ديمقراطي، انت مش هتتفرج ما تتفرجش، يعني موقف. وان كنت اشك اساسا في ان اللي قالوا هنقاطع كانوا هيشوفوه،
يعني خد بالك شايف جمهور السينما البروباجندا اللي المصرية، معمولة دي هتخلي الفيلم لما ينزل هيبقى يعني هو نجم الشباك؟ أكون صريح معاك، هي ممكن تبقى لها يعني عامل وعامل مضاد، عامل إيجابي وعامل سلبي. العامل الإيجابي إنها عرفت الناس إن في فيلم مهم اسمه الملحد وعليه كلام، وهو ده العامل الإيجابي، فيخليك طبقا يعني لكل نظريات الإعلام عندك رغبة في مشاهدة إيه الموضوع اللي عامل مشكلة ده. الجزء الثاني المخيف، ولا تصور إنه هيلعب دور كبير كعامل سلبي، إن الشريط لن يرضي طموح احد من اللي هو مستني بقى يشوف. يعني انت عشان انت خليت الناس تعتقد انه في فيلم بيروج للالحاد، مش كده؟ وان في قدر من الجرأة لم تره السينما المصرية ولا العربية ولا العالمية من قبل. عامة هتخش انت هو خالق السينما، حالة، هو خالق حالة من يعني خلينا نقول ايه، حبة عايزين او ناس عايزة تتفرج على الفيلم وناس تانية عندها فضول تتفرج عليه وناس تانية رافضة تماما. بنشكرك جدا الناقد الفني الأستاذ طارق شكرا الشناوي، كنت معانا عبر زوم. شكرا لحضرتك.